القوات التركية لن تشارك بريا في عملية تحرير الموصل إلا إذا كان هناك تطورات غير يعني مقبولة في المنطقة، يعني مثل مشاركة البككة أو مشاركة بعض الفصائل المرفوضة كثيرا من قبل يعني الوضع هنا في إقليم كردستان أو في الموصل، قد يسبب في ظهور الأزمة. القوات المشاركة هي القوات العراقية من البيشمركة، الجيش العراقي، الحشد الوطني، والجهة الرئيسية التي ستقوم بالهجوم على الموصل هي الجيش العراقي والحشد الوطني أيضاً.